بسم الله الرحمن الرحيم، معكم عمار العمري. اليوم راح نحكي عن موضوع الـ statistical analysis of some mechanical properties of friction stir welded aluminium matrix composite. طبعا المواضيع اللي راح نتطرق لها بهاي الدراسة هي أول إشي definition بشكل عام عن الموضوع، وصف العملية الحام كيف بتتم باختصار، شو هي العوامل اللي بيعتمد عليها الحام واللي اتطرقنا لها بهاي الدراسة، أهداف المشروع، materials and methodologies اللي اشتغلنا عليهم، وراح نتطرق لجانب الاناليسيس statistical analysis، واخر شيء الريزلت والكونكلوجن. طبعا تعريف الفريكشن ستير ويلدينج هو عباره عن سوليد ستيت جوينت، ما بصير في اي ملتنج للماتيريال اللي بلحمها، بالغالب بستعمله للحام المواد اللي بحاجه اني احافظ على خصائصها الميكانيكيه، لانه بتتم على درجات حراره متدنيه مقارنه مع الكونفنشنال ويلدينج بروسيس الثانيه. بستخدم بالعاده للحام الألمنيوم لأنه بعطيني كسر لطبقة الأكسيد على درجات حرارة متدنية بدون ما يصير عملية ميلتينج للماتيريال. بشكل عام شرح للويلدينج بروسيس كيف بتصير. أول إشي لازم أثبت القطعتين اللي بدي ألحمهن بشكل ريجيد على الميلينج ماشين، بعد هيك تبلش التول وهي نازلة أثناء دورانها، بتنزل لحد ما توصل على منطقة الالتقاء ما بين القطعتين، لحد ما الشولدر تاع هاي التول يلامس سطح القطعتين، بتبلش سرعة الروتيشنال سبيد تبعتها تقل بحيث تولد حرارة مناسبة لعملية الحام، بعد هيك ببلش انتقالها بشكل ترانسفيرس along the plate لحد ما تنتهي وصلت الحام، وآخر إشي بترفع التول عن القطعتين، وهيك بنكون خلصنا عملية الويلدينج جوينت. البارامترز اللي راح أدرسها بهاي الارتيكل، أول إشي كان عندي الروتيشنال سبيد، كانت على 4 ليفل 630 800 1000 و1250 ريفوليوشن بير مينت. كان في عندي 3 بن بروفايلز، السكويرد بن بروفايل والهكساغونال والأكتاغونال بن بروفايل. الويلدينج سبيد كانت أو الفيد ريت 35 45 55 و65، هاي بتمثل الترانسفيرس موشن او الويلدينج سبيد along the plates. اهداف هاي الدراسه كان في عندي عده اهداف لها. اول شيء بعرف شو هن السيجنيفيكانت بارامترز تاعت الفريكشن ستير ويلدينج اللي بتاثر على الميكانيكال بروبرتيز للويلدينج جوينت، تحديد شو الاوبتيمال ليفل لكل وحده من هاي البارامترز عشان بالتالي احدد افضل قيمه لكل ميكانيكال بروبرتي، سواء الهاردنس او الالتيميت تنسايل سترينث او الوير ريت، وبناء ريجريشن موديل عشان اتنبأ فيه لقراءات مستقبليه بيزد على الداتا اللي عندي. الماتيريالز اند ميثودولوجي تطرقت لعده اقسام. اول شيء الماتيريال، الماتيريال كان عباره عن سبيكه من الالمنيوم مضاف لها 4% مغنيسيوم reinforced by 1% silicon carbide. كان قطر البارتيكلز تاع هاي reinforced material 200 مايكرون، الدنسيتي تاعها كانت 3.21 جرام لكل سنتيمتر مكعب. تم إضافة الجرافيت عشان يحسن لي من الماشينابيليتي والوير ريزيستنس طبعا، والسيليكون كاربايد برضو بحسن لي من الوير ريزيستنس تاع السبيكة تاع الالوي، وتم استخدام المغنيسيوم كويتينج ايجنت أثناء عملية الكاستينج. الجانب الثاني من الماتيريالز اند ميثودولوجي اللي هو جانب الكاستينج، الكاستينج اللي تمت عنا عبارة عن ستير كاستينج، يعني أثناء عملية الصب بصير خلط للمعادن اللي بتم صبها، وتمت من خلال أول إشي وضع سبائك الألمنيوم الألمنيوم بلوكس بفرن كهربائي تحت درجة 900 ديجري سي. تم وضع المغنيسيوم والسيليكون كاربايد والجرافيت داخل الألمنيوم فويلز، وكان معمول لها بريهيتد مسبقا، وبعدها تم إضافتها على المولتن ماتيريال وخلطها بشكل جيد. آخر إشي تم صب المولتن ميتال داخل بيرمننت مولز من الستينلس ستيل عشان اطلع البليتس اللي بدي اعمل عليها عمليات الحام، تيكن انتو اكاونت اني احافظ على درجه البور تمبرشر ما بين 600 و700 ديجري سي. اخر شيء عشان الحصول على البليتس هذول تم عمل انيلينج على درجه حراره 400 ديجري سي لمده ساعتين
عشان تكون جاهز البليتس هذول لعمليات للحام للفريكشن. عمليه الحام زي ما شرحناها مسبقا تمت على الكونفنشنال ميلينج ماشين مع الاخذ بعين الاعتبار انها تكون البليتس اللي بدي الحمها rigidly fixed على هاي الميلينج ماشين to avoid any vibration during the welding process. ولازم او عشان اضمن اني ما يتحرك ان هذول البليتس تم تفصيل special fixture tool ووضع البليتس عليه. الميكانيكال تيستينج اللي عملناها عملنا 3 ميكانيكال تيست او عشان ندرس الميكانيكال بروبرتيز. اول واحده كانت الهاردنس تيست باستخدام جهاز اليونيفرسال او الروكويل هاردنس تيستينج ماشين. الدراي وير ريت كانت تحت لود 50 نيوتن على بن اون ديسك تايب تيستينج ماشين. والتنسايل تم على اليونيفرسال تيستينج ماشين. طبعا اخذ عينات التنسايل تم عن طريق تفصيل هاي العينات باستخدام CNC milling machine. الجانب الإحصائي أول إشي استعملنا الأنوفا لتحليل هاي الداتا اللي حصلنا عليها من التستينج تحت significant level of 5%. تحليل النتائج من خلال effective plot لكل واحدة من الفاكتورز هذول as individual وكمان interaction بين هاي النتائج. طبعا ما كان عندي أي interaction كمان شوي منشوف. بعدين بدنا نحدد مين من هاي العوامل كان أكثر significant effect على الميكانيكال بروبرتيز وتستدي كمان العلاقة ما بين هاي الفاكتورز to build regression أتنبأ من خلاله to future data based على الداتا طبعا اللي بين أدي. كل النتائج الإحصائية والتحليل اللي قمنا فيها كانت باستخدام الميني تاب سوفتوير. طبعا أول إشي بالنتائج كل البارامترز as individual أثرت على الهاردنس بشكل significant لأنه البي فاليو تاعتها كانت تحت 5%. الار سكوير تاع الهاردنس كان قيمته 97.42% بعطيني indication كويس أنه الداتا تبعت الهاردنس كانت كثير correlated with each other. التنسايل تيست كانت كل البارامترز significant عليه. ما ظهر أي تأثير للإنتر أكشن زي الهاردنس طبعا ما ظهر أي تأثير للإنتر أكشن. الأر سكوير تاعت التنسايل كانت برضو ممتازة 95.17% برضو الداتا correlated to each other. آخر إشي الوير ريت كانت الروتيشنال سبيد ما بتعمل أي significant effect على هاي الوير ريت عكس البني بروفايل والويلدينج سبيد. بالسلايد هذا بيوضح لي النورمالي ديستريبيوتد للداتا كانت أول واحدة بتمثل لي الهاردنس، الثانية بتمثل الوير ريت، والثالثة بتمثل الالتيميت تنسايد سترينجز. طبعا من خلال هاي الفيجرز بقدر أتنبأ أنه النورمالتي أسومشن ساتسفايد، الداتا نورمالي ديستريبيوتد على طول الخط كلياتها تقريبا قريبة من الخط، يعني في سم فاريابيليتي بس بالنسبة للوير ريت والالتيميت تنسايد سترينج بس بقدر يعني أتجاهلها لأنها قليل كثير. بالنسبة للبلوت هاد اللي بين أدية خلينا نحكي اسمه أول إشي اسمه المودل أديكواسي تشيكينج. طبعا أخذت الوير ريت لحالها اختصارا للوقت. بدي أقسم البلوت هاد لأربع أقسام من الشمال لليمين. أول إشي كان عندي اللي هو القسم خلينا نقول A النورمالي ديستريبيوتد للداتا والنورمالتي أسومشن ساتسفايد. القسم الثاني على اليمين من فوق B بتعطيني إنديكيشن إنه الداتا ديستريبيوتد at constant variance يعني ما كان الفارينس عالي كتير. C اللي هي الشمال من تحت بتعطيني إنه إنديكيشن إنه ما في سكيونس ما في تحيز بالداتا مش موزعة كلياتها يعني مرة على اليمين ومرة على الشمال لا هي كانت normally distributed موزعة بشكل طبيعي تحت المنحنى الطبيعي. قيم المين والمود والميديان قريبة من بعضها وبالنص. آخر بلوت فيها أو آخر جزء من هذا البلوت بعطيني إنه data not correlated to each other يعني independent ما بيعتمدن على بعضهن البعض. بهاي السلايد بتعطيني اللي هو الريجريشن اللي أنا بنيته بيز على الداتا اللي عندي اللي من خلاله بقدر أتنبأ بقراءات مستقبلية لهاي الميكانيكال بروبرتيز. طبعاً الـ TB كانت تعطيني اللي هي التول بروفايل
الار اس كانت الروتيشنال سبيد للالكترود او للتول، الويلدنج سبيد اللي هي بتمثل بالدبليو اس، بالرمز تاعها كان الدبليو اس. طبعا الكونكلوجن بنلخصها من خلال عده نقاط. اول شيء يمكن زياده الهاردنس والتنسايل سترينث والويل ريت بزياده الويلدنج سبيد وتقليل الروتيشنال سبيد. الاكثر سيجنيفيكانت افكت على الهاردنس والتنسايل هي الويلدنج سبيد، بعدين الروتيشنال سبيد، واخر شيء البن بروفايل. الويل ريت كان ما بتاثر بتغيير الروتيشنال سبيد، يعني ما في اي سيجنيفيكانت افكت للروتيشنال سبيد عليه. افضل شيء كان يعطيني بالنسبه للميكانيكال بروبرتيز للويلدنج جوينت هذول، بالنسبه للبن بروفايل كان افضل شيء السكوير، بعدين الهكساجونال، واخر شيء الاوكتاجونال. ومن خلال زي ما شفنا الموديل ادكواس تشيكينج بلوت، الكوادراتيك كانت الكوادراتيك ريجريشن موديل كان ادكويت وكافي ومناسب لهاي الداتا عشان اقدر اتبع بقراءات مستقبليه لهاي الميكانيكال بروبرتيز. وهيك ان شاء الله بنكون خلصنا الموضوع، ويعطيكم العافيه.